وطني خلاص رسميا وصول منتخبنا الوطني كمصنف تصنيف تاني ان شاء الله للمرحله النهائيه في بطوله او تصفيات كاس العالم في مارس القادم. ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي؟ خلاص الخمس فرق الاوائل زي ما هم كسبوا الخمس فرق الخمس منتخبات انا اسف كسبوا وبالتالي مصر ستكون في التصنيف الثاني. وطبعا اعتقد يعني كيروش قدر فتره قليله يعمل لنا شكل يعمل لنا فريم حتى لو في بعض المباريات بيبقى عندنا بعض التحفظات على بعض الامور، ولكن اعتقد منتخب مصر فعلا دلوقتي فيه شكل يعني نقدر نشوفه. فريق حتى في مباراه انجولا مغلوب 2-0 والوضع يعني صعب شويه، لكن قدرنا نرجع. الامر ده ما كناش بنشوفه قبل كده. في حاجه بتتنفذ اكيد محتاجه وقت. النهارده انا في وجهه نظري بيلعب مباراه تحصيل حاصل، من حقه تماما يعمل اللي هو عايزه. خلاص هو حقق التارجت المطلوب منه وقدر ان هو يوصلنا للدور القادم. كنا نامل ان احنا نكون من المصنفين الخمسه الاوائل، ولكن ده ما حصلش وخلاص بقى امر واقع ان احنا هنلعب مع احد منتخبات قويه، سنغال، جزائر، تونس، مغرب، نيجيريا. بكل امانه نسبتنا قدام الجزائر والسنغال 40-60، 60 ليهم 40 لينا نسبتنا. ده من بدري كده، ده في وجهه نظري الشخصيه، حتى لو ايه اللي حصل خلال الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم يعني على الورق في الوقت الحالي بالسكواد بتاع الجزائر والسنغال والسكواد بتاع منتخب مصر والاداء بتاع المنتخبين دول واداء منتخبنا، كل امان يعني كل امانه 60 40 ليهم. لو لعبنا المغرب في وجهه نظري الشخصيه 55 مغرب 45 مصر، تونس نيجيريا 50 50، أوكي. احنا هم فاتمنى لا احنا ما عندناش تفوق في الوقت الحالي، ما اقدرش اقول ان احنا عندنا افضليه، لكن اتمنى ان شاء الله اذا القرعه يعني كانت رحيمه بينا شويه ان احنا نلاعب تونس او نيجيريا على المستوى الشخصي. اتمنى ده. ده تاني حد على فكره يقول لي موضوع تونس ده، يعني كابتن علاء نبيل اعتقد امبارح كان معايا كابتن علاء نبيل وقال لي انا اتمنى ان انا العب تونس وما العبش الاربع منتخبات الاخرى. المنتخب التونسي بيلعب يعني حد ما شبهنا وعندهم نفس الاخطاء ولا تزال الفرص فيه 50 50 برضه. مش يعني ماتش امانه يعني اكيد يا كابتن اسلام احنا برضه يعني منتخبنا مش سيء مش وحش، ولكن احنا بنتكلم ان في حاله من عدم الاتزان. الجزائر والسنغال فعلا الموضوع هيبقى يعني احنا لو واجهنا السنغال او الجزائر وان شاء الله باذن الله باذن الله تفوقنا هي مفاجاه. طبعا بالنسبه لي مفاجاه مش نتيجه طبيعيه، مفاجاه. لاعب المغرب عملنا مباراه قويه، منتخب مغربي قوي جدا، 6 ماتشات دخل فيه هدف واحد واخد ال 18 نقطه كامله. تونس ونيجيريا مباراه بليبل ملعوبه في تنافسيه، ما تقدرش تحسم مين اللي يقدر يحسم. بس الكلام ده اللي انت بتقوله كريم دلوقتي بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي الشكل مش هيتغير. لا ليه؟ لسه عندنا شهر 3 كاس عرب، عندنا كاس امم، وبعدين المباريات في شهر 3 برضه. يعني على الاقل انت عندك 6 مباريات رسميه. صح رسميه انا بتكلم يعني على الاقل على الاقل يعني لو خرجت من الدور الاول هنا والدور الاول هنا انت عندك 3 مباريات هنا و3 مباريات هنا، فليه لا؟ ده ممكن الشكل